اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هتكلم عن الرسالة ديت. ايه هي الرسالة او هيكتب لك ايه في الرسالة؟ هيقول لك بوت ماجر اس ميسنج كنترول الت ديليت تو ريستارت. النهاردة هتكلم عن ما هو البوت ماجر واسباب ظهور الرسالة ديت، وهتكلم عن حل المشاكل ديت على الكمبيوتر. تمام، بس بعد ما اتكلم عن الكلام ده كله، ايه هو بقى البوت ماجر؟ هو جزء صغير من البرنامج تم تشغيله عند بدء تشغيل الكمبيوتر. قوم بتحميل نظام التشغيل من الهارد عندما يكون الويندوز تالف ويعتذر على الويندوز تشغيل، فتظهر لك تلك الرسالة. ايه هي بقى اسباب تلك الرسالة؟ او انا اتكلمت ما هي البوت ماجر وكده، لكن برضو ما عرفناش ما هي اسباب تلك الرسالة. بص يا سيدي، واحد، ملفات البوت ماجر تالفة وتم تحميلها بشكل خاطئ. 2، تم ضبط الكمبيوتر من جهاز غير قابل للتشغيل في مرحلة البوت. وهناك أسباب أخرى مثل البوز بطيء أو كابلات الهارد تالفة أو مشاكل تحديث الويندوز. حل المشكلة بقى في الكعبلة دي كلها، إيه بقى تحتاجه؟ هتحتاج أسطوانة ويندوز، كان بقى ويندوز 10، ويندوز 7، ويندوز 8.1، حسب الويندوز اللي انت عايز تحطه على جهازك. تمام، ويلا الكمبيوتر. كده يبقى خلصت نهاية حلقتنا، متنساش تعمل لايك سبسكرايب شير، والسلام.